تفضلي دارين، تفضلي. أنت فاضي شوي؟ كنت بدي أسألك إذا شفت الأخبار، وواضح هلأ أنك عم تشوفهم. كانت ليلة مميزة، مو هيك دارين؟ إيه، وكل الناس عم يحكوا عن نجاحنا. بس المفروض أنه نشكر اللي كانت سبب هالنجاح. لا، مو محرزة تشكرني جان، هذا واجب. لا لا، لا تقولي هيك دارين، يعني لو ما كانت ريهام موجودة مبارح كان راح كل شغلنا على الفاضي. ليك أجت سفيلة. صباح الخير دارين خانم. ما فهمت ليش كنت عم تسفقولي. هاي السفقة إليك يا ريهام. بالمناسبة صباح الخير، سفقنا لأنه نجاحنا مبارح كان بسببك. كل هالنجاح سببه أنت بس، نحنا كلنا مصدومين ومتفاجئين فيكي. برافو. ما بعرف كيف بدي أتشكركم، خجلتوني عن جد. ليش أنت بتخجلي؟ بقصد بحكي، ثقتك بحالك عم تغطي على الخجل تبعك. بصراحة أكيد أنت فخورة باللي عملتي، هيك المفروض، ولا أنا غلطانة؟ ورح نسفق مرة تانية لشي غيره. ما بدي سفق لشي تاني لأنه وجعوني إيدي من كتر التسفيق. بصراحة نحن اليوم عنا كتير شغل جان، بدنا نضيع وقتنا ونحن عم نسفق؟ شو نسيت كم زبون أجلناهم مشان مشروع كومباس؟ في كتير إعلانات لازم نكتبهم اليوم. لو صبرتي شوي، هذا اللي كنت بدي أقوله أنا تماماً وبالضبط. البنت اللي قدامنا يا دارين كاتبة إعلانات جديدة بشركتنا. قصده متدربة؟ لا لا، قصدي كاتبة، وفي عندها فريق كمان. كيف يعني كاتبة؟ لك ايه ريهام، ايه انتي صرتي كاتبة اعلانات وصار لك فريق، بهنيكي على منصبك الجديد هذا. لا انا ما عم صدق جان. بيك، قصدي جان بيك. بدي تعرفي قديش دور ريهام صار كتير مهم، بتوقع انه رح تصير الكل بالكل. اخيرا اخيرا صرت كاتبة اعلانات. شو دارين، ما بدك تباركي لها لريهام؟ أنا؟ بهنيكي ريهام، ألف مبروك. ريهام بصراحة أنا مو عرفانة على كم منصب لازم بارك لك، ما بعرف لوين رح توصلي لسه. بالإذن عندي كتير شغل مهم، لأنه أنا موظفة عادية جداً. حضرت كاتبة الإعلانات، رح نشتغل سوا وقت تكوني فاضية لموظفة عادية ودرويشة مثلي. حأشرب شاي وأجي لعندك فوراً، ما رح طول عليكي شوي وبجي لعندك. لو سمحتي دارين، بدي تخبري الكل عن منصب ريهام الجديد. ايه طبعا، لازم انشر هالخبر السعيد مشان فرح لموظفين. ايه هذا واجبي طبعا، رح خبر الكل. ما عم صدق. تعالي تعالي قربي شوي، تعي بدي فرجيك صور مبارح. إذا ضليتي عم تطلعي فيني بهي الطريقة. أي طريقة؟ كأنك عم تقولي هالبوسة. هالشي واضح بعيوني؟ واضح شوي. الحقيقة إيه واضح. معناتها بوس؟ شوفي شو عم تستنى؟ قصدي مو أنت حبيبي؟ ولا أنت المدير؟ أنت جان ولا جان بيك؟ ما بدك تبوسني؟ القصة ما أنا بهي السهولة، يعني واضح إنه كتير عاجبك وضعي وأنتي تاركتيني بهالموقف. ليلي أنتي مبسوطة؟ مو شايفتيني كيف عم عاني؟ نحنا عانينا كتير لحتى وصلنا لهون، بكفي ما رح زودها. اثناعش وثلاثعش الشهر، أيام التسوق يوم الأربعاء، اثناعش الشهر، وكمان في يوم الخميس بمركز فولز فاجن الرئيسي. فولز فاجن المركز الرئيسي. هي وجان بحبوا بعض كتير، مو ملاحظة هالشي دارين؟ بصراحة كنت مفكرتك أذكى من هيك بكتير. مو معقول يكون هالشي مزبوط، بتمنى ما يكون يلي قالته صح. معقول هن بحبوا بعض؟ نحجن؟ شو ساوي؟ أكيد هن بيحبوا بعض، أكيد أكيد بيحبوا بعض، بيحبوا بعضهم؟ أنا متأكدة من هالشي.
دارين خانم، أهوتك، تفضلي. شكرا. صحتين وعوافي. ما عاد قدراني اتحمل شو لازم اعمل يا ربي. جهزتي لي العروض الجديده؟ بدي اياكي تجيبي لي كل العروض الجديده اللي وصلتنا، حطي لي اياهم بالترتيب على ماشي مكتب. رح روح اجيب لك اياهم فورا. ليلى لو سمحت والله جيب لك اياهم هلا او لا؟ ايه ايه هلا مثل ما بدك لو سمحتي. هالبنت ما بتشبهك ابدا، انت بتشبهني الي ونحن لبعضنا. انا بنصحك انه هالشي تتقبله. امير بيك تسمح لي فوت؟ ايه تفضلي. كيف صحتك؟ منيح يسلمو. بدك شي مني؟ بنوب بس شفت انك اجيت وفي هدول الوراق بدهم توقيعك لو سمحت. امير بيك مبين مزعوج، صاير شي معك؟ منيح منيح بس في موضوع شغل لي بالي. تفضلي ليلى. تمام شكرا لك. يا بنات ما رح تصدقوا الحكي اللي سمعته من شوي. جان بيك وريهام بتعرفوا شو في بيناتهم؟ شو في بيناتهم؟ ما بعرف انا ما كثير فهمت. جي جي عرفت شو صاير هون؟ شو الموضوع؟ عيني متشنجه شوي. شرح لي عنه. وظهري متشنج وكنت بدي نام امبارح بس ما قدرت من وجع ظهري، لهيك ضليت سهران لوش الصبح. وقت نمت اتصلت دارين وفيقتني واجيت لهيك تشنجت عيني. في قطره عيون مشان التشنج جربتها؟ جي جي اي نعم. بدي قهوه. قهوه دارين خانم. رح أخذ هاي شوي. قريت بمجلة إنه اللي بيكتروا قهوة هنن أكتر ناس معرضين للإصابة بهشاشة العظام بحياتهم. جيب لي قهوة. معرضين للإصابة بهشاشة العظام وهالشي مو سهل. جي جي بتعرف إنه اليوم كنت ناوية إنه ما صرخ بوشك أبداً. جيب لي قهوة. المرض مانو سهل بنوب. قهوة. رح تنصابي بهشاشة عظام يا خانم. قهوة. لا تروحي إن شاء الله تنصابي بالمرض حتى تبطلي تعيطي بوشي. يا شباب تعالوا لهون شوي. شوفي شو القصة. لو سمحتوا اسمعوني. يلا كلكم تعالوا. تعالوا نشوف. كتير منيح رفقاتي بما انه الكل هون صار فيني اقول الخبر. صار في تغييرات بالمناصب لأحد الأشخاص الموجودين بشركتنا. معقول أنا رح أترفع على الأغلب؟ ريهام زميلتنا المتدربة ما عادت بس متدربة. على الأغلب أنا. تفضلي لعنا إذا بتريدي ريهام. تفضلي. نحن هون عم نحكي عنك وضروري تكوني موجودة. حلو كتير. ريهام زميلتنا الحلوة تم ترفيعها. ايه. وصارت من اليوم كاتبة نصوص إعلانات بشركتنا. برافو. عن جد بتستاهل. برافو عليك. تعلمتي بسرعة. برافو. برافو عليك. ايه. صح. امتى دورنا؟ ألف مبروك. ألف مبروك ريهام. شكرا. شكرا كثير. انبسطت لك كثير. شكرا حياتي. جيجي اللي ساعدني. ايه مزبوط. شكرا لكم. كله من تعبي. بهنيكي يا ريهام. شكرا لك جان بيك. دارين انا بدي روح. لوين جان بيك؟ عندي شغل ريهام. شغل ليش؟ مو هون مكان شغلك؟ عندي شغل تاني ريهام. يا ترى شو هو شغله التاني؟ اسمعيني ريهام، هو بيكون المدير وانتي مو من حقك تسألي أي شيء. إذا شي يوم صرتي انتي كمان مديرة وما بستبعد طبعاً هالشي لأنه ما شاء الله عم تتطوري بسرعة كتير كبيرة ومو طبيعية، وقتها بس بيصير فيكي تسألي. خير شوفي جيجي. دارين خانم في تغييرات تانية؟ قصدي حدا ترفع غير ريهام. شو هي جيجي؟ مو هذا موضوعنا. قلت لك إني اليوم مو ناوية صرخ بوشك. جيب قهوة. رح جيب لك أنا. دارين خانم بتوقع كمان في ترفيع بخصني أنا، إذا ما قدرتي تقولي هالشي قدام كل الموظفين خبريني هلأ. احكي يلا قوليها. قوليها. تفضلي. على أي قسم وكيف نمط الإدارة؟ بدي منصب عالي أعلى شي، بدي وصل للقمة لفوق. خبريني عم أسمعك. أنت عم تختبر صبري جيجي؟ آه؟
أنا ماني حابة صريخ عليك، لا تجبرني. عم تفهم جيجي؟ قولي لي على أي قسم؟ عشو بدك تترفع إذا القهوة ما جبتها؟ لهالدرجة كلامي ما عاد مهم عندك؟ يعني معقول هالشي؟ دارين خانم على أي قسم؟ أنت تخنت شوي جيجي، لا مو شوي كتير. هي ما قدرت تحكي قدامهم، بس بدي أكيد رح ترفعني. بدي خبرك شي رح أفاجئك، لازم تعرف إنه في شي. بوعدك إني رح ألعك، بس اترفع أول جيجي. قرار هو فصلك. انتبهي على حالك. أنا شو عملت لك؟ يا ترى وين راح؟ أنا ما بعرف. قال عنده شغل. وشو هالشغل؟ ما بعرف، هو ما قال لي. هاد قصدي يا غبية، شو الشغل اللي لازم يعمله بدونك؟ إيه صح، شو هو؟ شو هالشغل؟ مو أنت حبيبته؟ إيه أكيد. بما أنك حبيبته، شو الشغل اللي عم يخبيه عنك يا ترى؟ عم استناكي بالكراج، لاقي عذر لحتى تطلعي. حبيبك. وين رحتي؟ هو بده يشوفني. عن جد انتي لعاية كتير. دارين خانم، أنا بدي أطلب منك طلب. أجلي يا ريهام، أنا مشغولة هلأ وماني فاضية. مو أنت صرتي كاتبة نصوص إعلانات؟ بقترح أنه التواصل بيناتنا يكون بس بالشغل عن طريق الإيميل. أنه التواصل يكون مهني، موافق؟ إيه مزبوط تماماً. طيب عن إذنك. شكراً إلك على القهوة. جيجي لحظة. وقف. نعم. شو صاير لدارين؟ إيه دارين، هي من الصبح معصبة كتير، شكلها جنت على الآخر. القهوة صايرة عم تأثر على تصرفاتها. إيه طيب، أنا بدي أطلع شوي هلأ وبدي إياك تغطي علي، اتفقنا؟ لوين بدك تروحي ريهام؟ قلي لي بس إذا كان في سر ما في داعي تحكي لي، أنت عطيني طرف الخيط وأنا بستنتج الباقي، يلا تفضلي قولي. رح أطلع. بدك تطلعي تصطفلي بس ما فيني غطي عليكي، قلت لك إنه هي جاني على الآخر. بس أنت صديقي المقرب مو هيك؟ رح تحلها صح؟ ماشي. أنت أحلى صديق بالدنيا. يلا استغليني، استغلي طيبة قلبي، أصلاً هي نقطة ضعفي أنا، هي هي. جيجي جيجي. نعم نعم. قلي لوين راح؟ أنا شو بعرفني لوريس، تروح وين ما بدها، أنا شو دخلني؟ بس أنا سمعتكم عم تحكوا هلأ. ما كنا عم نحكي لوريس، حاجتك غباء. جيجي أنتو هون لكان جيجي ولوريس. أنا من شوي كنت عم فكر، يعني بسبب ضغط الشغل نحن ما عم نقضي وقت سوا، لهيك قررت إنه نتغدى اليوم مع بعضنا. أنا طلبت الغداء لنا ثلاثتنا، لهيك أنتو لا تبعدوا كتير، تمام؟ أوكي. إيه ماشي طيب، أبصر شو في ورا هالغدا. شو صاير؟ من أمتى بتعاملنا بهاللطافة؟ ما بعرف شي. لوين راحت؟ عرفي إلي. لحالك. كيف بدي أعرف يعني؟ أوف كتير خوفتني شباك. أنا كنت خايف أكتر. ليش جان؟ كنت خايف إني ما أقدر سيطر على حالي وعانقك قدام الكل بالشركة اليوم. معقول يعني عطول نلتقي هون بالكراج؟ لا لا، بعرف كراج تاني أحلى، فيه طلالة مميزة، فينا نصير نلتقي فيه إذا بدك. عم تتمسخر بلا غلاظة. خلينا نمشي يلا. لوين؟ هاي مفاجأة ما رح قلك، يلا تعي. طيب ماشي. وأخيراً صرنا لحالنا. ما فهمت شو قصدك؟ قديش عانينا لوصلنا لهي المرحلة؟ كتير. قصدي تعذبنا وتعبنا، ضلينا عم نكذب ونقول إنه نحن أصدقاء، وعشوائي كنت رح صدق. إيه مزبوط، بس كمان ارتباطنا لساتني ما استوعبته. يعني نحن كنا أصدقاء تمام، مو سهلة إنه نضل نمثل هالدور، بس كنا أصدقاء. إيه صح. بس هلأ ارتبطنا. حبيبتي في شي مهم بدي اسألك عن شغلة. انت ما بدك انه عائلتك تعرف، وانا بتفهم هالشي بس فترة. طيب بس فترة، وانا بحترم هالشي اكيد، وما بدك يلي بالشركة يعرفوا. اوكي موافق على الحكي، بس اذا نحن بدنا نخبي على الكل، كيف بدنا نقدر نعيش قصة حبنا هاي؟ يعني بصراحة انا لهلا ما عم بفهم كيف لازم عاملك.
ما بدي ضل عم بتظاهر قدام العالم، أنا بدي أعاملك بالطريقة يلي بتمناها ريهام. بدي أعبر لك عن حبي وعيشك تفاصيل الحب. أنا بحبك وبعشقك ريهام. وأنا كمان بموت فيك جان. وهلأ ما بدك تعبر لي عن حبك؟ ممتاز، وأنت بدك تعبري لي. اتفقنا. استنى، نحن جوعانين؟ صح نحن جوعانين. ماشي رح أعمل شي شغلة ناكلها. شبكي لازمني شوية مي. معكرونة مع صلصة البولونيز، شو رأيك؟ تمام؟ صلصة البولونيز؟ لا ما بعرف، ما بعرف كيف أعمل لها الصلصة بنو. فكرت إنه بتحب تأكل معكرونة عادية. يي قصدي إنه خلينا نعملها ببندورة ولحمة. صلصة البولونيز هي معكرونة مع لحمة، بس هيك بتبين يعني شيء مميز. كيف هيك؟ يعني أنا بعرف كيف بيحضروا صلصة البولونيز؟ طبعاً حبيبتي بتعرفي كيف. قلت حبيبتي؟ حبيبتي. أول شي لازمنا طنجرة، وهي الطنجرة ليكا. وتاني شي اليوم طالعة بتجنني، البسي هاد حتى ما توسخ ثيابك. شكراً إلك. عفواً. أنا شاطرة بالمعكرونة. شوف شلون احترقت. أوف يا ما بعرف كيف نسيتها. وهلأ شو قلي رح نضل جوعانين؟ أكيد لا. أوف مرحبا. وأخيرا وصلت. لا تأخذنا، تفضل أستاذ هاد طلبك. قديش الحساب؟ بس 79 ليرة أستاذ. ما معي فراطة، خلص خلي الباقي لك، مو مشكلة. تفضل. شكرا لك استاذ. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. ما عم صدق اللي عملته. وصيت على بيتزا وانا قاعدة بالمطبخ عم اطبخ لك؟ يعني انت كنت متأكد اني ما بعرف اطبخ؟ لا مو هيك الموضوع، ما بدي تفهميني غلط. طلبت بيتزا كتنويع بالاكل، يعني مشان نغير شيء جنب المعكرونة. المهم هلا أنا استنتجت إنه أنت طباخة شاطرة، بس لازم تعترفي إنه المطبخ ممتاز لأنه قدر يتحملك. إيه عن جد، يعني فينا نقول تحملتوا بعض وهالشي حلو، بس عجبني كتير طبخك. كأنه عم تتمسخر علي. أنت عم تتمسخر، هالشي واضح بعيونك. لا مو معقول. بلا معقول، خلاص انسي اللي قلته، اعتبريه إنه ما كان. روح زعلت منك. شو هالحكي؟ ليش؟ هيك بس أنا كنت عم أمزح، يعني حلو إنه الواحد يمزح مع البنت يلي بيحبها. يعني القصة إنه مو متعودة على مطبخك. يعني في حدا بيترك بصلة هون؟ شو هالفوضى جان؟ أنا الفوضى بتوترني والله. خلاص بكرة بتتعودي عليها. لا قصدي يعني بتتعودي على المطبخ وبترتبي كل شيء مثل ما أنت بدك. مو أنت حبيبتي؟ إيه حبيبتك. صح حبيبتك. ورح أشتري طفاية حريق، وهيك بصير فيكي تطبخي وانتي بالك مرتاحة الـ 24. ليش بقى يعني؟ مشان بس تحرقي الطبخات تكون جنبك وتقدري تتصرفي. ما قلتي لي الشاي جاهز؟ حرقت المعكرونة بس الشاي جاهز. حلو حلو كتير حلو. طيب نقيتي الفيلم؟ نقيته أكيد. حلو كتير. شو رأيك ناكل لأني جعت؟ يلا
أصلاً بصراحة كان بدي بيتزا، بس ما بعرف من وين اجت فكرة المعكرونة. رح أترك المطبخ على وضعه هلأ، سبقني رح أجيب الشاي. بس نخلص الفيلم بنضيف. يمكن ما أكون شاطرة بالمعكرونة، بس ما في أشطر مني بالشاي. حجيب صحون، مو حلو ناكل من الكرتونة. يلا تعي عدي، نحن رح ناكلها على طريقة العشاء، يعني العشاء يلي بينسوا كل تفاصيل الدنيا لأنهم قاعدين مع بعضهم، أوكي؟ يعني العشاء هيك بياكلوها؟ شوفي العشاء بيضلوا قاعدين جنب بعض وما بيبعدوا ولا ثانية عن بعضهم، وما بيهتموا بأي شيء تاني بالدنيا، المهم هنن وبس. ايه فهمت. بتعرف شو؟ بحياتي ما حبيت وكان عندي حبيب قبلك. عن جد عم تحكي؟ هذا خبر حلو. تفاجأت بس فرحت كمان. عن جد تفاجأت. رغم إنه كتير بنات قبلي أنت حبيتهم. بس ولا واحدة من هالبنات قدرت تحتل قلبي مثلك. يعني أنا بكون حبك الأول؟ وانتي حبي الأول كمان. الحب الحقيقي بيجي مرة بالعمر، مو صح؟ ماشي، صار لازم نشغل الفيلم. وينه؟ ما عم يرد علي يا ترى، وينه؟ لازم أوصل له. خلصتوا الملف؟ جيدة خانم؟ للأسف جان بيك ما عم يرد على تليفونه، ما قدرت أوصل له أبدا. دارين خانم؟ بالضبط هذا اللي عم قوله، من الصبح ما عم يرد على تليفونه. رح نوصل له بأقرب وقت، ما في داعي إنك تقلقي. بس أنا ماني عرفانة مين لازم نسأله عنه هلا، أنت مبينة معصبة ومستعجلة كثير ومعك حق. شو هالإصرار هاد؟ مو معقول يعني ضروري يلي بتمثل الشركة إنها تهتم بأمور مثل هاي؟ ضروري لوريس، مو كل الشركات عندها جيجي، مزبوط؟ بتقصد موظف للخدمة. عن جد بزعل عليكي لوريس. مو وقت هالحكي، دارين عم تدور على ريهام وعن قريب رح تنفجر بوشك. ها ما رح وقف قدام عم تطلع. جاي امشي. لا 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 لا. جيجي جيجي جيجي، طلع فيي هون. وين راحت ريهام؟ قلي شيل هالسماعات وجاوبني جيجي، لا تخليني جنها. ريهام وينها؟ هي راحت على الحمام. تمام، لكن بس تطلع إلا تجي على مكتبي بسرعة. ما بتقدر. كيف يعني ما بتقدر؟ ما بتقدر لأنه معدتها كتير عم توجعها. يمكن هي تكون راحت على المشفى، ما بعرف، يعني معدتها عم توجعها وما بعرف شو كمان، لهيك يمكن هلأ ما تكون بالشركة. وليش عم تقلي كل هي التفاصيل المملة والمقرفة؟ المهم هلأ أنه تقول لريهام تجي لعندي بسرعة. ريهام ما بتهمني بنور. شو نسيتي انه هي المنسقة تبع المشروع ولهيك؟ هالشي مو ضروري، انا لازم اتواصل مع جان. دارين خانم، انا رح استنى بالمكتب، واول ما يرد على تليفونه بتخبريني، اتفقنا؟ طيب مثل ما بدك، تفضلي معي رح رافقك على المكتب. بشوفكن. اخيرا انحلت. ايه قلت لي لكان بالحمام؟ ريهام ابدا ما انا بالحمام. يعني بتتمني انها تكون عن جد تعبانه وراحت على الحمام؟ مو هذا اللي انا قصدته جيجي، اللي قصدته انه جان بيك مو هون وريهام مو هون، شايفه صدفه؟ وحتى إذا كانت صدفة فهي صدفة كتير غريبة. أنا وياك منشتغل بالشركة كتير من زمان وما ترفعنا. كيف ريهام ترفعت بهالسرعة؟ ما فكرت بالموضوع؟ ليش لحتى تترفعي أنسي لوريس؟ على شو رح تترفعي؟ على كترة حكيك بتاخدي المركز الأول بالحكي، راحوا إجوا عملوا ساووا، كل الوقت عم تحكي عن الناس، على شو بدهم يرفعوكي على حكيك؟ ريهام اشتغلت وترفعت وبتستاهل تكون هون. أنا ما سمعت أي شيء. هي استحقت إنه تترفع. لو ما عجبها كمان ريهام، مو هاد الملف الأحمر، ركز أكتر. لك شو بدكن تعملوا بدوني أنتو؟ أنا
نهاية ما أنا متوقعة بس كانت حلوة برأيي، أنت شو رأيك؟ أي عن جد نهاية كتير حلوة. أي معقول أنت عم تبكي؟ ها؟ مؤثرة النهاية، ما شفت بالأخير كيف حبوا بعضهم. عندي شيء ممكن إنه يساعدك. ساعدتني كتير بصراحة. ما أنا مضطرين نعمل مثلهم، تصرفاتهم كانت غبية. ايه معك حق، عن جد مو طبيعيين. صح، وأسباب انفصالهم كانت سخيفة، عن جد كتير أغبياء. تليفوني لساته صامت. آخ تليفوني لهلا صامت، وجيجي عم يتصل فيني. عندي 80 مكالمة، 30 من دارين خانم و50 من جيجي. شو هالورطة هاي؟ لازم روح قبل ما يحسوا عغيابي. مصيبة، أنا لازم أرجع بسرعة، مو ناقصني مشاكل مع دارين خانم أبداً. رح أتصل فيهم من هونيك. حدا منهم اتصل فيك؟ آخ لشو. طيب رح أروح أتصل فيهم. ألو. لك أنت وينك ريهام؟ لا تخاف، أنا على الطريق جاية فوراً. اسمعي شو رح أقول. قلت إنك مريضة ومعدتك عم توجعك. ما عم أفهم، معقول ما لقيت غير هالكذبة؟ ما لقيت، وبعرف إنه ما رح تعجبك لأنه مو حلوة. أنت اضطريتي تروحي على المستشفى، أوكي؟ كيف؟ ليش يعني؟ روحي هلأ، ساوي شو ما بدك ولا عاد ترجعي على الشركة اليوم. بدك ياهن يقلعوني من الشركة، فهمانتك؟ إيه بسيطة، برجع بحكي معك جيجي. طيب دارين فهمت، بس على أساس اليوم جيداء ما رح تجي. بعرف بس إجت ومشي الحال، وأنا مو عارفانة شو أعمل هلأ، يعني هي مديرة بالنهاية. ونحن كمان شركة كبيرة دارين، مو صح؟ مزبوط هالحكي، بس هي عم تحاول توصل لك من الصبح، أكيد في شي مهم بدها تحكي معك. وينك أنت هلأ؟ أنا بالبيت. طيب طيب جاية فورا. تمام تمام، مسافة الطريق. خلاص خلصنا بقى، سكر التليفون فورا. يمكن صار لازم أرجع على الشركة، بلاش الدخان يبين. الشركة عم تحترق معقول؟ لا الناس اللي فيها. بس أنا ما فيني روح، ما فيني أرجع على الشركة أبداً، لأنه جيجي قال لهم مرضانة بالمشفى. مو مشكلة، استنيني هون بالبيت وبس أرجع المساء، منقضي الوقت أنا وياكي سوا. ضل المساء ونسهر مع بعضنا؟ بس هالمرة ببيت الجبل ولحالنا. قلت لي لحالنا ببيت الجبل؟ وليش لا؟ موافقة. أوكي. بس أنا لازم روح فوراً، خلينا نطلع قوم. أنا رح روح على البيت لأنه لازم أحكي مع أمي. شو رأيك نطلع سوا؟ تمام اتفقنا؟ يلا تمام. خلصي شو عندك. ماشي، والمسا منسهر سوا. بدي إليك شغلة. محضر لك مفاجأة. عن جد جان؟ أي. أي عن جد، مثل المفاجأة اللي بالفيلم؟ مرحبا جيداء. أهلين أمير بيك. عم تستني أخي؟ إيه رح يوصل، هو على الطريق. ليلي لازمك شي؟ لا مو لازمني، زبطت اليوم المساء اجتماع مع مستر ماكينين واجيت لخبره بهالشي. عن جد جيداء؟ هو رح يفرح كتير، يعني بصراحة كان متضايق لأنه ما قدر يحضر الحفلة معنا. المهم جان يكون فاضي، الرجال برنامجه مضغوط وتعبت لأخذت الموعد. جان رح يكون فاضي اطمني، مستحيل يضيع هيك فرصة من إيده. ها؟ إجا. أجينا. جيداء مرحبا. وين كنت؟ من الصبح عم حاول اتصل فيك وما قدرت. كنت باجتماع مهم ولهيك تركت تليفوني صامت. لو عرفت انك هون ما كنت تأخرت. مو مشكلة، اصلا امير اهتم فيني وما تركني لحالي. اخي جيداء جايبت لك خبر بجنن. المسا في عنا موعد مهم، رح نتعشى مع مستر ماكينين. ممتاز. كم واحد رح نكون مشان نحضر حالنا من هلا؟ جون وانا وماكس. اكيد بس انتوا الثلاثة، يعني مين رح يكون غيركم؟ وانا مشغول كتير المسا. كيف يعني؟ أخي عندي شغلة مهمة المسا وما بتتأجل. جان نسيت إنه أنت يلي ساعدت ورا هذا الموعد؟ الزلمة مضغوط ومع هيك قبل يتعشى معنا. معك حق جيدة، أنا ساعدت ورا وشكراً لأنك رتبتيه، بس أنا عندي موعد مهم وفعلاً ما بقدر أجله. ماشي، لكن رح خبر الزلمة. كنت حابة تكون أنت معنا بس خلص انسى، مضطرة أروح هلا لأنه أنا مشغولة كتير. يلا بشوفك. أوكي بشوفك، رح وصلك على الباب. يلا باي. بصراحة ما عم أفهم. يلا يعطيك العافية. يعني شو هو هالشي المهم يلي عم يعمله بالسر؟ ماني عم أفهم شي أبدا. لك شو في شغل أهم من إنه يتعشى مع الرجال يلي بيعتبره مثله الأعلى؟ لا أنا رح جن.
أخي؟ هوب، كنت حاتصل فيك من شوي، أنا طالع رح أتأخر بالليل بالرجعة، خود راحتك يلا. دير بالك على حالك. اللي موعدك مع مين؟ باي يا أخي، بشوفك، يلا باي. مرحبا حبيبي بيك. اهلا وسهلا روحي. على قد ما صار لي عم بستناكي هون بلشت فكر انه انت ما رح تجي، وكنت كتير متضايقه على فكره. احاديث امي كتير طويله. فهمت، بدها تحطني على نفوسها لجيهان. شو هالحكي؟ حلو كتير، حلو كتير هالخبر. يعني بس بدنا نروح منصير منقدم مبررات لجيهان خانو، وبظن هذا الشيء اسهل. خلص جان بيك. اوكي اوكي طيب خلص، هيك الواحد بضل محافظ على شبابه اكثر. يعني مثل ما بتعرفي الهروب واللقاءات بالسر ما عملتها من أيام الثانوية، كانت آخر مرة بطلع بالسر. عندك خبرة كبيرة يعني. مو خبرة أبداً، كلهم كان محاولة ونصهم فاشلين، مو أكتر من هيك يعني. كنت أنا ورفقاتي نهرب من المدرسة ونروح نلعب كرة سلة. تمام تمام ماشي، أنا رح ضل متخبية هيك، اتفقنا؟ ما لازم أي حدا يشوفني طالعة معك. عرفنا مين الخبير هون، تخفي احترافي هاد. أنا بلشت خاف إنه حدا يشوفك قاعدة هيك ويقولوا شو هالمجنونة اللي طالعة مع جان بالسيارة. لا تضحكي، خلص حاولي تكوني جدية. تمام خلص أنا جدية. عيونك مسكرين؟ إيه مسكرين. توعديني ما تفتحيهم؟ إيه والله بوعدك. رح أرجع فورا. إيه ماشي. أوكي؟ فيك تعدي من الخمسة؟ إيه يلا رح بلش. يلا. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. فيك تفتحيهم؟ يلا فتحي. جان تعالي تعالي من هون حبيبتي، تعي جان، تعي جان، المكان بجنن بيشبه الأحلام. أنت كل أحلامي، أنت حلمي الوحيد. وأنت كمان. شو حلو هالمكان، بحياتي ما شفت أحلى منه. استني شوي ورح يشعل كل شيء، كل شيء رح يحترق. كيف يعني؟ أنا بدي أحرق. كيف؟ بدي شعل هاد. وكمان السجق جاهز. وفي سجق هون؟ ايه؟ أوف. يا الله شو بحبها لهالأكلة. طيب لك رح جاهز المشروب، وهو كوكتيل من اللمبيت والفواكه المجففة والتفاح والعنب الأسود، رح يكون كتير طيب. جان بحياتي ما جربته لهالمشروب. ايه بسيطة، رح نشرب شوي شوي، طمني رح تحبيه كتير. هو طعمه حلو بس رح يكون تقيل شوي، يعني مشان هيك نحنا ما رح نكتر منه. ايه؟ شو القصة؟ يعني أنت خايف أسكر وأقرب بوسك؟ من كل عقلك مفكرة أني خايف؟ متأكدة أنه لا. بردان شيء؟ لا، لأنه أنا بردان. دفياني لأنه أنت جنبي. تليفوني لك، تليفوني لازم احط تليفوني بالشحن مشان ما يطفي، لانه جيهان ممكن تتصل وامي مفكره اني بالسينما معها هلا. ايه لهيك بس. شو هالتليفونات، عم تفضل بطاريه بسرعه. شو هالرومانسيه. اتوقع انه صارت جاهزة، قلتي لي انك بتحبيها مستوية منيح بس شكلها احترقت، شو فيها؟ ماشي اعطيني الخبز بسرعة. بدك الخبز؟ ايه تكرم. شكرا. رح اعطيكي، تفضلي الخبز جاهز. تمام حطيها. هوب. وهي بتعرف اني مميزة بسندويش السجق؟ لاحظت هالشي، انت عن جد مميزة فيه. مسكي هي رح صب مشروب. طيب يلا روح استعجل، عن جد كتير طيبة ريحة المشروب.
نصيحة، ما تنخدعي بريحته وتشربي منه كتير، تأثيره قوي، لهيك انتبهي. بيشبهني يعني؟ ايه طبعاً هو بيشبهك، يعني ضروري أنا دير بالي لأنك بلشتي تأثري فيني زيادة، لهيك اضربيني لأوعى. يعني أنت حابب إنه توعى؟ أكيد لا، يمكن لأنه قلتها بجدية صدقتي. وأنا ما بدي. بجنن المكان هون عن جد، منيح إنك ما بعته للبيت. عن جد ما بعرف كيف هيك صار، فابري رجع الشيك بآخر لحظة وأنا ما دورت على غيره أصلاً وما كان بدي بيعه. بحبه كتير. وهلا ما عاد فكر بيعه أبداً لأنك أنت هون. انقطعت الكهرباء يعني؟ عن جد؟ مو معقول، ما بتصدقي شو كنت متمني إنه هذا الشيء يصير هلا. شو قصدك جان؟ أنا محضر مفاجأة لإلك. وهلا التوقيت المناسب، لحظة استني شوي. صح، اتفقنا نشوف النجوم. معقول انسى؟ قول مين انت؟ خوفتني، فكرت انه في شبح هاجم علي. هذا مانو شبح. شو هاد؟ ما بتعرفي شو؟ هي بارودة. مشان نقوص على الحيوانات. كيف؟ عم امزح، اطمني، هاد تلسكوب. عن جد كتير كبير هذا التلسكوب. بالعكس، يا دوب نشوف، بس بما انه انقطعت الكهرباء هلا وصار عتم وما عاد في ضوء حوالينا، رح نشوف الصورة أوضح. هالشي بالمدينة ما في منه. ايه؟ يعني بس اطلع على السما بحس اني مجرد نقطة صغيرة بهالعالم الواسع. لا مو معقول، شو هالشعور هاد؟ شو ما بدك تطلعي بالتلسكوب هلا؟ شو هاد؟ فرجيني؟ مع أنه هذا اختصاصك، بس على حسب معلوماتي القليلة فهذا الزهرة، كوكب الجمال والحب. عن جد هذا الكوكب حلو كتير، بس أكيد أنت أحلى. برأيي بيستاهل أنه يمثل الحب والجمال. عن جد النجوم بالسما كتير كتار لدرجة أنه عم حس رح يوقعوا علينا بأي لحظة. عن جد؟ شو رأيك لكان؟ نبلش نعدهم قديش؟ لا ما رح نعدهم، لا مستحيل، بيقولوا عد نجوم وبيعمل مشاكل مشان هيك. شو هالحكي الفاضي؟ بلا هيك لكان؟ متأكدة؟ متأكدة، بس في شرط إذا بدك تعد نجوم بدون مشاكل، هو إنه تعد 7 نجوم بس مو أكتر من هيك، هالشي بيرجع الحبيب المسافر. معقول؟ لكان ما في داعي إني عد شي بنوب، ماني محتاج لهالشي. لأنه اجتمعت بحب حياتك خلص. صح مزبوط. بدك تضل تبوسني يعني؟ شو تفيتي؟ ايه انت منيحة؟ ايه بس تأخر الوقت، خلينا نروح جان، شو رأيك؟ أنا بتمنى لو ضل قاعدة بحضنك ليخلص عمري. حبيبتي خلاص خليكي شوي كمان. أخي؟ هوب، لك وينكم انتم؟ ما حدا قدران يوصل لكم. امير بيك؟ ريهام عم يتصلوا فيك اهلك وما عم يوصلوا لك. معقول بتفوت هيك لا احمل لا دستور؟ يا ربي شو القصة امير؟ شو جابك؟ صاير شي مشكلة يعني؟ اتصلت ليلى، قال ما عم يوصلوا لريهام، وانت طبعا مو مخبرني بشي. نحكي بالقصة بعدين. برافو عليك، جيت ونزعت لنا الجو، برافو امير، برافو. يا ربي موبايلي ما فيه شحن لانه قطعت الكهرباء. بلكي اتصلوا فيك جان بيك. ما بعرف، بتعرفي اني ما بتطلع على موبايلي باللحظات الحلوة والمميزة اللي مثل هاي، وحتى ما بعرف وينه، يعني طبيعي ما اطلع عليه. مسكي اتصلي من عندي واكذبي شي كذبة، قولي لهم اضطرينا نطلع، كان عندنا شغل مهم. الو اختي، ليكي موبايلي ما فيه شحن لأنه قطعت الكهرباء. شو؟ حرامي؟ شو قلتي لأمي؟ شو قلتي لأمي مشان ما تكشفني؟ لا لا أنا على الطريق، ليكني جاي لعندكم، دقيقتين وبكون بالبيت. عن جد هيك؟ إيه؟ مو على أساس كنتوا رفقات؟ إيه. أنتوا رفقات ولا بتحبوا بعضكم؟ ما عاد فهمت عليك شي. أخي شي مرة كنت ضايع ومو عرفان تتخلى عن حدا، وبنفس الوقت مزعوج منه ومو قادران تكون معه، بس أنت عشقانه أساساً؟ فهمت علي؟ لما تيجي وحدة شي يوم وتمسك لك قلبك هيك وتاخده، رح تفهم علي كتير منيح. ايه فهمت فهمت.
يعني ريهام بنت طيبة وحلوة بس. بس شو؟ بس شو أمير؟ مشان الله قل لي بس شو؟ شو اللي بدك تقوله؟ قل لي أنت كم مرة لقيت الطيبة والجمال مجتمعين بشخص واحد؟ قل لي لشوف. أخي هالحب رح يجي وقته ويخلص، أنت طايش وبكرة رح تمل، بكرة بتطلع على الجبال لتروق ورح تترك البنت لحالها منهارة. لكن اللي رح أقوله رح يكون رومانسي شوي، خلي رقتي ورومانسيتي بيناتنا، لأنه بتعرف العالم كيف تشوفني. من بعد هلا إجبالي وغاباتي هن الريهام. عن جد؟ لا تضحك عن جد. فهمتني هلا؟ بالمناسبة أنت معك حق، يمكن يجي على بالي أطلع على شي مكان، أوكي، إيه معك حق، كتير ممكن، بس هاي المرة رح كون رايح مع أحلى رفيقة طريق بحياتي، فهمت علي؟ أنت لا تقلق أبداً، هالقلب عم ينبض كرماله. بوم 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 بوم. مسيك كول هاي مسيك. يلا يلا عالشغل، أنا شبعت. كتير طيبة ها؟ أنا شوي ولاحقك. لازم نحكي ضروري. يلا أمير جاي جاي، بدي كفي سندويشة أول وبدي كمل القهوة. طيب وين؟ صباح الخير حبيبتي. صباح الورد حبيبي. ليش طلبت الشاي شخصيا؟ ببساطة أنا حبيت غير روتيني اليومي، لهيك اجيت لعندك وطلبته مشان أقدر شوفك مرتين. فهمت. فهمت. طيب لكان اجيت وشفتني أنا رايحة. لا 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 لا، استني استني، وقفي شوي. قولي لي شو القصة بالأول؟ شو صار مبارح بالبيت؟ في شي مشكلة؟ لا والله كانت شغلة ناكتة. أنا زبطت الوضع بالبيت، بس بالحقيقة المشكلة هلأ هون بالشركة، لأنه كل الموظفين عم يحكوا علينا. خير إن شاء الله، شو عم يحكوا بقى؟ عم يقولوا إنه نحنا منحب بعضنا وإنك عملتني كاتبة نصوص بالشركة ورفعتني بس مشان تطبقني. إيه مزبوط، نحنا منحب بعض، شو المشكلة؟ كيف يعني؟ قصدك إنه أنا صرت كاتبة نصوص لأنه طبقتني؟ لا يا روحي، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ انت بتستحقي توصلي لهون، انت نشيطه وموهوبه. نحن منحب بعض يعني مو تطبيق. المهم كيف بدنا نسكتهم هلا؟ طيب لكن تعالي نروح نقول لهم انه منحب بعض. استنى. يلا لا. خلينا نروح نقول لهم انه منحب بعض. خلينا نروح نقول لهم، يعني منقول ريهام وصلت لهون بجهدها وبتعبها، وكمان منقول لهم انه الاشاعات اللي عم يحكوها مو صحيحه. تمام، خلينا نخبرهم. امشي. ما فينا. ليش؟ لا، لانه هيك نحن منكون عم ناكد كلامهم واني وصلت لهالمكان لانه منحب بعض. طيب شو بدنا نعمل؟ قولي لي. يعني لازم بالاول اثبت اني وصلت لهالمكان بتعبي وهيك باخذ مكاني بشغلي، وكمان امي لسه ما عرفت. ما فينا نحكي هالحكي بالوكاله قبل ما اخبرها. ايه طيب حبيبتي، انت قادره مثل ما بدك. تمام، رجعنا نعيد الايام نفسها. خلص مثل ما بدك. تمام، انا رح اشرب من هالشاي الطيب اللي عملتيه قبل ما يبرد. بتعرفي هو مثلك طيب وريحته حلوه وبتجنن وبتاخذ العقل. بحب ريحتك. ليكي بعد شوي جهزي حالك ماشي، بدنا نطلع بكير. لا. مشوار يعني، بقى جازي حالك. لوين رح نروح؟ حسيتك متضايقة شوي، قلت منغير جو. طيب بدو روح معه، لازم لاقي حجة. يعني بالأخير أنا ما فيني أقول له لا. أخ يبدو رح وقعك أسرع من ما توقعت يا جان. إيه شو كل هالحب المثالي هاد؟ انت منيحة؟ اوف ايه، ما بتصدق قديش فرحانة. انا قلبي بيفرح كل ما بتطلع فيكي. ليكي شو رأيك انه نقول للكل، يعني لأمك ولعائلتك
لأنك عم تتوتري ونحن سوا، وأنا ما بحب شوفك هيك، أنت كل الوقت مو مرتاحة. ها؟ بتعرف حاسة بشعور غريب؟ ماني متعودة على هالشي أبداً، كأنه عم اختنق. جان أنا حاسة بشعور كتير بشع لأنه عم كذب على أمي. طيب خلينا نبلش بأمك، معناتها خلينا نحكي معها إذا بدك. مو وقتها، أنا بحل الموضوع، ما رح كذب عليها أكتر. كان مبارح مثل الحلم وخلص مثل الكابوس، وتكركبت من قصة الشركة. بتعرف بظن أمي رح تعرف قبل ما أقلها، لازم أحكي معها بأسرع وقت ممكن. أنا بدي أقلها بس ما بعرف من وين بدي بلش. تقليلة إنه نحنا منحب بعض كتير، وجان بيحبني قد الدنيا. وأنا بحبك يا روحي. تعالي ناكل وبعدها بوصلك على البيت. أوكي. يلا. لنشوف مين أحسن بالتصوير، أنا ولا أنت جان؟ هالغنية كتير حلوة. أنا ما بقدر أمسك حالي، فوراً برقص. إيه لاحظت، برافو. أوه، وأخيراً اشتقت لهالبوسة. بس على طول ببوسات. هيك الحب بشتاق لك وبشتاق لبوساتك. بتعرف؟ عبالي اكتب قصتنا وين ما بروح، بدي اكتب شي مرق مع كتير قلوب، بدي كل الدنيا تعرف وتسمع بحبنا مو بس البشر. بدي العصافير والسمك والقطط والكلاب والشجر كلهم يحكوا بحبنا. ايه يا روحي معك حق. استنى انا رح اعمل اللي قلته، طلع علي وشوف. ريهام بتحب جان. ريهام وجان بحبوا بعض. انت سمعت ولا شو؟ خالتي نحنا منحب بعض. ايه. اه وقت حكيت ارتحت. تعرفي شو؟ نحنا كل الوقت مشغولين، دوام وحملات وما بعرف شو، لازم نخصص وقت لحالنا، ما هي؟ انت جنيت خلاص. سمك؟ ايه نحنا مثل السمك. لا قصدي شو رأيك ناكل سمك، مانك جوعانة؟ اه عفوا، الرجال بيضل رومانسي لحتى يجوع. كيفك أخي نديم؟ شو أخبارك؟ إيه والله، اسمع أنا رح فوت بالموضوع فوراً. يا ترى عندك سمك لوفر أخي؟ ممتاز، لكن جهز لي سمكتين. وليك أخي كان عندك طاولة إلى أطلالة بالزاوية، عرفتها؟ إيه هي هي تبع العشاء اللي كنت تسمعني كلام عنا عطول وتقلي إمتى بدنا نشوفك على هي الطاولة. بدي جهز لي إياها. إيه ماشي، نحن جايين. أوكي باي باي. ألو جيهان. ايه الو ريهام، كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ شو عم تعملي؟ منيحة، العاشق مكركبني والله. وهون الجو كتير مكركب، يكون بعلمك. ليش دخلك جيهان؟ مو مبارح وصلك جنبك على البيت؟ ايه وقتها ميسون شافتكم. كيف؟ ايه وبعدين راحت وحكت لخالتي وهيبة، قام جن جنانة وضربتها. كيف يعني؟ شو عم تقولي؟ شوفي. ايه ومو بس هيك، عمي نهاد سمع بالقصة كمان. كيف سمع؟ من وين سمع هو؟ كان قاعد بالمحل وراح إحسان الواطي على القهوة وخبره قدام الكل، قام عمي نهاد عصب عليه وضربه وأخي بزور لفرقهم عن بعض. لك شو عم تقولي أنت؟ والله أنت بتعرفي الجو عنا، بتعرفي كيف حارتنا وأهلها، الحارة كلها قايمة قيامتها هلا. طيب أنا جاية فورا، ما بطول، سكري. شبه جيهان شو صاير؟ طلعوا عم يحكوا علي بالحارة، قام أمي وأبي تخانقوا مع أهل الحارة وتعالقوا معهم وتضاربوا. ليش شو عم يحكوا يعني؟ شو القصة؟ مبارح شافوك عم توصلني على البيت، قام قالوا جان وريهام بيحبوا بعض. ايه نحن منحب بعض. لا ما بيصير هالحكي جان، ما بيصير هالحكي عنا بالحارة، يعني ممكن يكون الزلمة خطيبة للوحدة أو زوجة بس حبيبة لا، هي الشغلات بتصير بالمسلسلات. شو رح نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ أنت بتوصلني على البيت لك، لا قصدي بتوصلني على أقرب نقطة. ولكن مو وقته هلا، صرنا على الكبتم أهل الحارة، لازم روح وشوف كيف بدي أظبط الوضع. طيب. أوف. ماني قدرانة أتخيل شو وضع أهلي هلأ. جان؟ شو بون عيونك؟ ما بعرف، شكلي من عدي أو متحسس، ما بعرف شو عرفني، عم يحرقوني وعم ينقزوا علي وانتفخوا كأنه في احتضان. عود كتير عم يحرقوك؟ ورجيني؟ لا 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 تلمسه بلا ما تنعدى، خايف أني عديك بعد. لا تقرب أبداً، بكرة رح روح شوف دكتور.
المهم شيلك مني. خلينا نحكي بشغلات حلوة يا أخي، انسى عيوني، خلص بكرة بشوف الدكتور بيطمني، لا تحط ببالك، شكله جو المدينة ما هو تاني كتير. ايه تمام، شو الأخبار؟ يا الله دخيلك، أنت كل النهار معي بالشركة، ليش عم تسألني عن الشغل؟ شو الأخبار؟ أنت بتعرفها كلها أساسا. لك لا، أنا بقصد شو أخبار حبك. أها. يعني أنا شايف إنه سفينتك رست بمينا ريهام وخلص. ايه؟ أنا مرتاح مع ريهام كتير أخي، فعلا كتير، يعني آخر رواق. هيك لكان. والله كنت رح أقلك عبال ما تلاقي البنت المناسبة يا باشا، بس شايف إنه وضعك منيح مع ليلى بآخر فترة، وعم شوف نظرات غبية على وشك كل ما طلعت فيها للبنت، والله أعلم ليش. لحظة، شو كنت عم تقول؟ مرتاح؟ إيه أنا كتير مرتاح معه. إيه منيح منيح. إيه. وشو رأيك بموضوع جيداء جان؟ ما عندي رأي، شو بده يكون رأيي؟ شو هو موضوع جيداء؟ شو قصدك؟ مو شايف المخلوقة حاببتك؟ لا مو شايف، ويفضل ضل مو شايف. كيف يعني؟ يعني أنا عيوني ما بتشوف حدا بنوب غير ريهام أخي، وما رح تشوف غيرها. يعني من الناحية الجسدية أنا ماني قدران شوف شيء أصلاً، ومن الناحية النفسية والعاطفية ما عم شوف غير ريهام. شو يعني مالك شايفة للبنت بنوب؟ ايه؟ أبداً مو هامك الموضوع؟ لا مو شايفة أخي، ولا بتهمني حتى. أصلاً هالفترة ما بدي شوف غير الدكتور. ما عم صدق يا جان ديفيد، مو بس رست سفينتك، انت تركت السفينه ونزلت. حاج غلاظه هلا، خلينا نتفرج على شي شغله، يلا حط لنا على شي. صباح الخير. صباح النور. كيف عيونك؟ لسه ما خفوا؟ لا ما خفوا، انتفخوا اكثر، وكمان عم يحرقوني، وكانه زاد الوجع عن امبارح، بس رح اروح على الدكتور قبل ما اطلع على الشركه. خلص في خبر ناشرينه عنك بخصوص كومباس سبورت، شو بده يكون يعني؟ لا شي تاني. شي تاني؟ أنا وريهام؟ شو هاد؟ مين هالصحفي وكيف عرف إنه كنا هنيك ولقطنا هالصور؟ لا 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 لا، ريهام كانت بدها تحكي مع أمها مبارح، هذا الخبر مو منيح، رح أتصل وشوفها. ما عم ترد أمير، هالخبر مو منيح بنوب، إن شاء الله تكون مخبرتها. كل شي بيجي ورا بعضه، عن جد انزعجت، أنا رايح. لا تضايق حالك، أنا لاحق، ما تطول. تمام. كنت حاسة جيجي شفت شو كتب، بس هو حكى بشكل سلس ومبسط وروائي. يا الله، شوفي صايرة الشركة مثل حارتنا، برأيك مو معي حق باللي قلته؟ إيه والله، وأنا كمان حاسة في شي غريب صاير اليوم. خير شوفي؟ خير شوفي شو عم بصير هون؟ ريهام؟ ايه جيجي؟ صاير شي مهم كتير 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 كتير. شو هو هالشي المهم؟ الكل بيعرفه. وليش عم تحكي بالهمس؟ فهمنا شو عم بصير هون. اصحك يا جيجي، تكون انت اللي خبرت الكل بعلاقتي أنا وجان. شبكي وجعتي لي ايدي. انا ما حكيت شي، ركبي رجفوا لما شفت الخبر، ورجلي ما عاد حملوني. ريهام تفضلي شوفي شو مكتوب. شوفي، صرتي مشهورة أنت وجان. شيلها من وشي، أنا انتهيت، أنا انتهيت، شو بدي أعمل؟ أنا انتهيت. مو بس أنت انتهيتي أختي، أنا كمان انتهيت مثلك. إيه صح، شو بدنا نعمل؟ والله ما فينا نعمل شي. صباح الخير. ريهام تعالي على مكتبي بعد إذنك. يا ريتو ما قال لهالجملة هلا. يلا فوتي وفهمي لنا شو رح يصير فيه. خدي خدي الشنطاية. لوريس، شو صار بقهوة الست دارين؟ ليش تأخرت لهلا؟ مو على أساس بدك تاخدها بإيدك يا جيجي؟ شو كذابة، هالحكي مو مزبوط بالمرة. جان أنا رح جن، أنا انتهيت. ريهام معلش تهدي شوي وتروقي، وما في داعي للحركات. يعني أنت يلي عم تخلي العالم تنتبه بهالتصرفات، لما بتفتحي وبتسكري الدفتر وبتروحي وبتجي وبتنفخي، وفوق هاد كله لابسة أصفر، مشان اللي مو منتبه ينتبه، واللي مو عارفان بس يطلع فيكي هلا حيصير يعرف. أمي والله العظيم لا تخنقني خنق، بس تعرف لا أكيد رح تذبحني. مو أنت على أساس كنتي بدك تخبريها بكل شي من مبارح، خلص اعتبري إنك قلتي لو انتهى الموضوع. صحيح أنت ليش ما خبرتيها مبارح؟ صارت شغلة عنا بالحارة وكانت أمي معصبة، لهيك ما خبرتها. جان ما لازم أمي تشوف هالأخبار، لأنه إذا شافتهم رح تموتني. ريهام حبيبتي خلصنا، حاج تحكي مثل الأولاد الصغار،
كيف بدك تمنعيها تشوف الخبر؟ ما بعرف، بس رح لاقي طريقة. عندي فكرة، بحبسها بالبيت. ريهام، خلينا نفكر ونحكي بشكل واقعي، ممكن؟ لهيك أنت لازم بالأول تروقي، تمام؟ تعرفي شو لازم نساوي؟ لازم نروح ونخبرهم بكل شيء وخلص تنتهي القصة بكل بساطة. يبدو هالنظارات الموف اللي حاططها عم تخليك تشوف الحياة وردية كتير، ما؟ على فكرة ما في داعي تتمسخري على نظاراتي بهي الطريقة، لأنه ماني حاططهم للمنظر، أنا حاططهم لأنه عيوني من مبارح ملتهبين من تفخين وعم يجعوني كتير، هذا هو السبب. جان، ما بقدر خبر أهلي هلأ بالقصة، أساساً لو سمعتهم شو حكوا مبارح كنت فهمتني، صدقني بابا ممكن ينجلط، والله ما عم بالغ. طيب شو لازم نساوي ريهام؟ هاتي أتحفينا ريهام خانو. رح ننكر هالشي. قلتيلي ننكر هالشي ونكذب الخبر. ونكذب الخبر كمان. ايه صح. ايه وبعدين؟ ولا قبلين. برأيك هالتصرف مزبوط؟ ما عنا غير هالحل، أصلاً كل المشاهير هيك بيعملوا، بيكذبوا الأخبار اللي ما بدهم إياها تنتشر. طيب وكذبنا الخبر وكذبنا وكذبنا وكذبنا، ايه. طيب الصور شو بدنا نقول عنه؟ رح نقول هلأ قدام الكل إنه نحن رفقات بشكل عادي، طبعاً هالشي رح يكون حل مؤقت بس لبين ما خبرها لأمي بعلاقتنا، ماشي؟ وساعتها بينتهي فيلم الرعب. علاقتنا صارت فيلم رعب يا ريهام؟ بقصد إنه لازم نخلي مسافة. أيوة. بيني وبينك. عن جد؟ بالأول بدك تحكي لي شو قصدك بفيلم الرعب، بعدين بنحكي بالمسافة وغيره، يعني بدك تحددي نحن هلأ بفيلم رعب ولا بعلاقة حب، بعدين بنحكي بهذا الموضوع. يلا تفضلي اشرحي لي. أي خلصنا بقى. ما في داعي تتضايقي وتنزعجي ست ريهام، أنا حقي أسأل هالسؤال ومن واجبك تجاوبي، لهيك يلا عم اسمعي. شايف الوقت مناسب لبرادة دمك ومسخ. اجوا على شغلكم. إذا سمحتوا يا شباب الكل هون يسمعني، خليكم معي. برأيي ما في داعي نضحك على بعض، القصة باختصار إنه أنتوا كلياتكم مفكرين إنه الأخبار اللي شفتوها بالمجلة مزبوطة وصرتوا تضربوا أخماس بأسداس. طيب أنا لهيك جيت وضح لكم الموضوع، كل الأخبار وكل الصور اللي شفتوها كذب بكذب، يعني ما نصحيحة. كلها كذب. شو صار لك جيجي؟ وأنا كمان انبسطت على كذب. إيه ريهام كلها كذب صح. ايه برجع بحكي معكم بعدين. كلنا بنعرف الصحافة وكيف بلفقوا الأخبار والإشاعات. صح. القصة أنه طلعنا سوا بشغل، كنا رايحين على المطبعة. ايه صح. وبعد ما خلصنا شغلنا ومشان ما تتشنطط بالمواصلات عرضت عليها وصلها. وصلتك. ايه؟ على البيت. يعني جنبك حضرتك بتوصلها دائما ولا هي أول مرة؟ استنى شوي جيجي، أنا لسه ما خلصت حكي بالموضوع. تمام. بس الآن ريهام ما وافقت. ايه ما وافقت، قلت مشان ما حدا يشوفنا ويفهمنا غلط. ايه تماما. طبعا الأسباب اللي قدمتها ريهام وجيهة وأنا احترمتها، وبعدين كنا عم نودع بعض فلهيك قربنا شوي. مزبوط. في تلامس. في تلامس جسدي، يعني لما منقرب على بعض مو هيك بصير الوداع؟ هيك العالم بتودع بعض. العمى كيف الصحافة بتلفق إشاعات؟ مو معقول. ايه عن جد؟ مو معقول الواحد يكون ماري بالطريق ما بشوف حاله غير صار وجبة دسمة للأخبار. يعني يا شباب القصة طلعت كلها إشاعة، واللي انكتب على إنه في علاقة حب بين جان بيك وريهام كله كذب بكذب وما له أي أساس من الصحة. يعني أكيد إذا في علاقة بيناتنا يعني رح نعلنها، كنا أكيد رح نمسك بإيدينا هيك ونعلن الموضوع ونحن مبسوطين وأنتوا رح تكونوا أول الناس اللي بتعرف، بس هلا ما في شيء. صح، يعني هلا نحن رفقات وبس. يا شباب ممتاز. مثل ما سمعنا يا شباب وصبايا ما في شي بين جان بيك وزميلتنا ريهام، وجان بيك بكل رقيحة بيوضح لنا سوء الفهم. ايه طبعا انا حبيت وضح لكم سوء الفهم هذا مشان كل واحد فيكم يعني ينسى هذا الموضوع والاخبار اللي انقالت ويركز بشغله وما عاد بدي اسمع كتير حكي بهذا الموضوع، عم تفهموا؟ والكل يرجع على شغله. يلا يا شباب وصبايا سمعتوا المدير شو قال، يلا الكل على شغله. يلا لحظه واحده دارين، في شغله ثانيه. الان ريهام اتطورت واشتغلت على حالها كتير بموضوع تاليف النصوص، يعني مشان ما حدا يربط وضعها بالشركة برفقتنا سوا، هي بنت ذكية وتعبت على حالها ووصلت لهم. إن شاء الله سمعتوا. سمعتوا يا نمامين وكتار الحكي اللي بتضلوا تحكوا على العالم ليل نهار؟ يا عيب الشوم عليكم. بس يلا كل واحد فيكم على شغله لشوف. انتوا جيجي. نعم. خليني كمل. تفضل لا تواخذني. ريهام بنت محترمة ومرباية والكل بيعرف هذا الشيء، والكل كمان لازم يعرف إنه هي قدمت كتير لهي الشركة، لهيك كلياتنا بنفتخر فيها. ايه طبعا كلنا بنفتخر بالأنسر ريهام، واللي مو عاجبه يسكر تمه وما بدي اسمع صوته. والا عفواً جنبيك لا تواخذني. ايه يلي شايف حاله أحسن منا بالشغل يفرجينا مهارته، وأكيد نحن ما منضيع تعب حدا ولا منفضل حدا على حدا، الكل هون سواسية. أوكي يلا هلأ الكل يرجع على شغله يا شباب، يلا ما بدي حدا يضيع وقته ووقت غيره، بدنا نشتغل ما بدنا نكتر حكي، انتبهوا كتير منيح. جنبيك بتشرب شاي؟ ايه بشرب. جيجي جيب لي كاسة الشاي على مكتبي. انت أنا بجيبها؟ إيه يلا يعطيكم العافية. اللي إلي أخذ له شاي؟ إيه طلب منك، لأنه لو كان في بيناتنا شي كان رح يطلب مني أنا أخذ له كاسة الشاي. شغل مخك. إيه جيجي. هلأ فهمت. أخي اللي ليش حكيت هيك قدام الموظفين؟ شو بدك يعني ساوي يعني؟ مشان العالم تسكت وتبطل تحكي بالقصة، وهيك كمان مشان تهدى الست وهيبة.
وما تضايق ريهام. أخي لا تفكرني مبسوط بهالتصرفات ولا مبسوط بعلاقتنا السرية، بس ريهام هيك بدها، لهيك مو طالع بإيدي شي بنوم، مضطر خلي علاقتنا السرية. فهمت عليك. أي منيح، بس مشان تكون بالصورة وضعك مو أحسن من وضعي. بعرف، بس نحن لساتنا لهلا عم نتعرف على بعض. إيه؟ بس نصيحة، دير بالك مشان ما يصير معك مشاكل. يعني بهالطريقة رح تطلع معك أحلى بكتير، هذا رأيي. أوكي ريهام، ليش لا؟ أمي؟ شيشي؟ نعم. شيشي؟ وطي وطي. ريهام شبيك؟ شوفي، احكي لي، يلا احكي لي، شكله في شي خطير. من اليوم ورايح أنا لازم أدرى بكل تحركاتك منشان أعرف أتصرف. ولك أمي إجت على الشغل يا أهبال. إجت أمك لهون؟ ليش لتجي؟ شو جابها على الشغل؟ أكيد شافت الخبر، أكيد هي شافت الصورة. والله لا تذبحني وتعملني كباب وشقف، رح أتبهدل اليوم لك جيجي. ولي شو رح نساوي؟ جيجي شو؟ روحوا لهي شوي. طيب فهمت عليكي، رح روح لعندها. وأنا رح روح تسلل. وأنا رح وطي كمان، رح روح. تمام ماشي. شو صاير معه؟ اجت ماما على الشركة، جعان. اجت امي، امي هون هلا شفتها، راحت علينا. اوعى. اهلا وسهلا وهيبة خانم، لوين رايحة؟ رايحة لعند جنبي. بس يمكن يكون عنده اجتماع. ايه ما بيهمني هالشي. إيه بعد انت بشو بدك تحاكي بالضبط؟ عرفت ولا شو؟ بعد عني مشان ما تشوفنا. بشو عرفت؟ ما فهمت. بقصد عن خبر المجلة وإنه نحن منحب بعض، معقولة جاي مشان هالموضوع؟ صدقني ما بعرف، بس يبدو كأنه شايفته وجاي. لا أكيد شايفته، لأنه جاي منظره مثل التور الهايش، شفتها؟ عيب تقولي عن أمك مثل التور الهايش شبهك، شو ما كان هي بتضل أمك وما بصير تحكي عنها هيك. عيب حبيبتي، هالشي عيب كتير. خلصنا جان، لسه عيب وما بيصير، مو شايفني معصبة؟ طيب خلص قلي لي، شو أعمل؟ لازم تعصب. عصب؟ إيه. شو ذنب المخلوقة؟ لك لا لا، مو عليها بدك تعصب، علي أنا. يعني لازم نقنعها أنه ما في شي بيناتنا أبداً، وكمان نقنع موظفين الشركة، لهيك لازم تصرخ علي بصوت عالي. أنا بدي إياك تعصب. ريهام أنا ما بقدر، مو شاطر بهالشغلات، صدقيني أنا ما بفهم بالتمثيل وما لي علاقة فيه أصلاً. ليك جان حاول تفهمني، نحن ما في عنا أي حل تاني، لهيك إذا بتحبني عصب علي. يا ربي دخيلك على هالحب، والله أول مرة بسمع وحدة بتطلب من حبيبة أنه يعصب عليها. أنا رح أروح، أنا رح أروح. تعي لهون، وين رايحة؟ برأيك لوين بدي أروح جان؟ شغل لي مخك بس شوي جان، انت قلعني من مكتبك، وبعدين بتمسك هدول الملفات هيك وبتزتهم بوشي. يلا كيف مثل يعني؟ وبعدين بروح. ريهام انا ممثل كتير فاشل. بلا بلا جرب. طيب بزبط. خلينا نتدرب شوي بالاول. تمام. نعمل بروفا لشوف. يلا اكيد ما رح اضرب ملفات بوشك، رح احاول اعصب عليكي بالحكي، بس رح بلش. شو هالتخبيص هاد؟ علي صوتك، علي صوتك، يلا اكتر. يا ربي دخيلك، انت بدك تجنني. يلا جان اعلى. شو هالشغل هاد يا انسى ريهام؟ شو هالتخبيص بالشغل؟ انت ليش هيك عم تعملي؟ بس شرشحني مساحه يعني الاراضي يعني فيني. يلا لشوف. لازم علي صوتي. انت كيف بتغلطي هيك غلطه كبيره مثل هي؟ ليش ما عم تركزي بشغلك؟ شو هاد؟ شو هالتخبيص هاد؟ يلا خدي مني. شايفه كيف بيتصرف معها؟ كيف بيعصب عليها؟ قلت لك هذا الخبر كله كذب. لو طالبه من ولد صغير كان عمله بطريقه احسن من هي اللي حضرتك عاملتيها. شو هاد يا امسكي، عدلي عليه ورجعي لي اياه بس تخلصي منه. واذا سمحتي انا هذا الشغل ما بقبله بنوب. ها خلص رح عدله فورا وجيبه لهون على المكتب. وكمان الشاي هذا مو طيب. انا بورجيك مشان الشاي. زودت عليك مو هيك؟ بظبط الملف وبجيبه فورا. ايه. لا يا برا. امي امي اهلا وسهلا فيكي، شو عم تساوي هون عنا؟ حضرتك يلي بدك تقولي لي شو عم تساوي هون. امي مثل ما شفتي المدير كان عم يبهدلني ويصرخ علي ويمسح فيني الاراضي. جهزت له هذا الملف بس ما عجبه مشان هيك كان عم يبهدلني. بالله عن جد حياتي، انت شو جابك لعنا على الشركه اليوم؟ شو صار لكن ضايقتك؟ ما توقعتي جيتي ما هيك؟ ولا عندك هون أسرار وما بدك أعرفها؟ لا والله أمي أسرار، شو قلت لك كل القصة؟ أنا مخبصة بالشغل شوي والمدير كان عم يبهدلني. أهلين ماما، شو هالمفاجأة خير؟ والله يا بنتي شكله مو خير بنوب. شو رأيك تروحي مع ليلى تعملوا جولة؟ وأنا بخلص هذا الملف وبجي لعندكم، إيه؟ يعني أنا ما رح طول كتير، بالكتير نص ساعة وبكون معكم، لأنه مو ناقصني جان بيكي شرشحني من أول وجديد. ريهام حبيبتي ارجعي لهون، ارجعي وقفي هون بسرعة. شو هاد يا خانم؟ شو هاد؟ ريهام شو صار بالملف اللي طلبته منك؟ ما قلت لك ظبطيه وجيبي لي اياه؟ ست وهيبه هون اهلا وسهلا. ريهام وجان شفتي الاشاعات؟ خليني اقرا شو كاتبين. الحبيبه الجديده للعازب المفضل؟ طيب برايي
تتفضلي معي على مكتبي وهنيك بنحكي بالموضوع براحتنا وبنشوف شو بدنا نساوي بخصوص هاي الاخبار الكاذبه. شوفي شو كذابين، قال نحن عانقنا بعض. طبعا يلا تفضلي فوتي امي. يلا امي يلا امشي تعالي معنا.